كما كتشوفوا هذه الزريعة ديال الصبر. قبل منها وجدنا هذا البانيو باش نديرو فيه، نزرعو فيه القصبر في السطح في الدار. وجدنا الرملة، رملة عادية درناها، رشيناها شوية د الماء، كانت ناشفة بزاف، رشيناها بشوية ديال الماء وزدنا عليها شوية ديال الوراق ديال الشجر، شوية ديال الدوبال، شوية ديال، زدنا عليها بعض الأسمدة اللي معدلة غير في الدار بحال هذا، سميناه السماد ديال قشور البيض. قشور ديال البيض كنا جمعناهم وطحناهم حتى هما درناهم كذلك هنايا، وبعض الأسمدة العضوية، أوراق النباتات بحال بعض العواد ديال الشجر، بعض البقايا ديال النباتات اللي كتبقى لنا في الحديقة هنايا ديال النباتات ديال السطح كنعاودو نستغلوهم. هنا هذه زريعة ديال القصبر، خليها قلبوا شوية هذه الأرض بحال هكا، طيبوها طيبوها هذه. بعد التقليد ديالها خليها هذيك بابا، خليها خليها ثاني وراها هذيك. نرشو هذه الزريعة ديال الصبر، الزريعة ديال الصبر شوية تمسح شوية، يلا دير شوية. كنساليو من الزريعة ديال القصبر. الزريعة ديال القصبر راه موجودة، تلقاوها عند العشابة، تلقاوها عند الناس اللي كيبيعو العطرية، موجودة بالثمن المناسب ديالها. دابا كنعاودو نقلبو الأرض شوية، نعاودو نقلبو الأرض باش هادي الزريعة تدخل شوية، ما يجيوش الطيور ياكلوها. إذا بقات باينة يقدو يجيو الطيور ياكلوها. إذا هكا كنكونو زرعنا الزريعة ديال القصبر. غادي ننتظرو بضع أيام، ملي غادي تبدا تكبر غادي نعاودو نصورو ونديرلكم فيديو آخر إن شاء الله. تحياتي.